السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب السبت 5/11/2022، نحن الآن بسوق الحلال في بشمارون محافظة إدلب شمال سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسوا الاشتراك بقناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب وقناة أخونا عمر الهنداوي على اليوتيوب، القناة الجديدة رابطة بأول تعليق. كمان لا تنسوا الاشتراك فيها، تابعونا إن شاء الله راح نصوركم السوق الآن كاملا. ونعتذر على التقصير يا شباب، صار منا تقصير يعني بالنسبة للرد على التعليقات والرد على الواتس بالفترة الأخيرة، بس مهلونا يعني أسبوع زمان، بس إن شاء الله بإذن الله نتفضى بإذن الله ونرد على الجميع. الله يكرمكم، إن شاء الله بعد الأسبوع الجاي نحاول نعمل بثوث مباشرة إن شاء الله. نرجع وعدناكم إنه نعمل بثوث مباشرة وأخلفنا معكم أو قصرنا يعني بسبب ضغوط وظروف خاصة، وإن شاء الله بإذن الله نرجع نعمل بثوث مباشرة بشكل دوري. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. تابعونا وإن شاء الله راح نغطي لكم السوق الآن، شوف لكم حركة السوق والأسعار. مبين إنه البضاعة يعني بالسوق يعني قليلة، ولكن في حركة، في حركة، السوق زين. الله يرزق الجميع. شوف يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. هاي خرفان تركي وسوري ما شاء الله تبارك. الصلاة والسلام على رسول الله. شوف الظهور، اللهم صل وسلم على نبينا. شوف التركي ليته ما شاء الله اكبر. خروف التركي يتميز بلية كبيرة، اللهم صل على محمد. وزان طيبة والله، لنا يا حسن لحم طيب، لنا من صغار صغار واسمان. جاء قام يلقي منهم خمسة ما شاء الله تبارك الله. خمسة خمسة بضاعة تركية زين، الأرباط طيبة الأرباط، اللهم صل على محمد. خرفان طيبة ما يتبخس فيها، خرفان طيبة والله حسن. طيبة تلفت النظر والله. الصلاة والسلام على رسول. هاي بازار يا شباب خرفان، ايش قد تطلع وزنها يا ابو حسين؟ وزنها 55 كيلو. الصلاة والسلام. كان حجيت له 55 بقول لك كان وزان على 55 هنا، اللهم صل على ابو ابراهيم. شفت غنم عندك انباعت بدولارين و90، ايش قد وزنت ما شاء الله؟ دولارين و90 غنم فوق ال 65. هنا بس تركيا، مو غنم تركيا؟ هنا ما شاء الله ما لحقت طالع من السوق، ما سالت عنها والله. 68 كيلو. الصلاة والسلام. والله ما شاء الله تبارك. أين أين أين؟ نعم، اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام. بده يضرب فريم عجل، شو يسوي؟ ما تحط اللي هي أسعار كعينة من السوق اليوم يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Yeah.
هذنا عشارة هذنا ماهر عشارة الثلاثة والله خشان انت زينة ما شاء الله اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. قد عشرا والله بالثلاث ثلاثة شوية ابو خالد اي نعم. ايش قد طالبين بنا ماهر؟ طالب 4000 الوقت. والدفع ما ندفع بين شيء؟ ما ندفع بين شيء. لسه سارين من الصبح احنا. اي نعم. السوق حركته. اي والله. نريد نسري قبل ابو غزال، ابو غزال يسري قبل السوق. قبل السوق. خاتل للسوق قاعد له نوع. نعم والله. اللهم صل على محمد. يعني طلب 4000. 4000. السن معز مو؟ معز. اللهم صل على محمد. يلا قرب موسم المعز قام يقرب شوي. اي نعم. حركته كثير هذه. ان شاء الله ان شاء الله. والله 25 ما بعدها 35 شنو ماهر؟ 35 زيف يعني ولا؟ والله زيف يعني 3000 يعني موجود 25 موجود كثير شوي ما زبط والله ما زبط والله لا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام شلون؟ اللهم صل الله يعطيك والله شلونك عمي أبو ماهر؟ شلونك شخبارك؟ الله يسعدك الله يبارك بعمرك الله يوفقك دفع بين 2502 للشباب الخروفين لان اللي عنده بضاعه مثل هاي بالبيت هاي اسعارها بالسوق يندفع بها 25500 مثل هالبضاعه هاي ايش قد تطلع اوزان عم ماهر والله يعني يطلع يعني بال 27 26 27 هن من شغله وزن بس مشان شوف يعرف 25 26 يا مصطفى سيارة شنو؟ قصة بخيط بالمفتاح ان شاء الله ان شاء الله يسمعونك المشاهدين ويصيح لي عليه بني شو اسمه صيح لي عليه هذا خوش جدي ما شاء الله تبارك الله باقي الشباب القعامة اللي على الخروف هذا بسلولو عالي الصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله تبارك الله رقبته طويلة ووقفته حلوة لولو خشانة لولو جسمه أكبر شوي فتح المصهر الصلاة والسلام بس حجمه مو كبير أما منطي ترسيمه ما شاء الله تبارك الله لفة جرم ما شاء الله مسطرة طول رقبة دحية السلام عليكم على الشكل اللي عليه ما شاء الله بعنا اليوم خروف لحم كويس مش قد صار؟ صار 48 مش قد وزن؟ اطلع عن راح الوصل اي راح الوصل ايش قد تقديرا لازم يعني اللهم صل على محمد ايش قد صار ما شاء الله 2203 عشار يعني لا كب ورا الحيط كب ورا الحيط على السكين اثنين ب 22 يعني الوحده ب 11 اي نعم 1100 اي نعم اللهم اي نعم الخرفان اللي بعته ب 48 ايش قد وزنا تقريبا فوق ال 50 53 اللهم صل على محمد على راس الشباب والله الله يربحك عمي تاخذ ذيك الله يربحكم ويرزقكم ان شاء الله اعطيتك بها بعدني اياها 4 5 نعم اللهم صل على النبي 39 واجار 930 واجار يعني 950 ها يعني لا اكثر شويه إيه. اكثر شوي ايه حبوبه يعني الصلاه والسلام على رسول الله ايه كويسات انت اخذت ابو اي نعم اخذنا بس اللهم صل على محمد كويسات والله هاي الغنم هي ترى من متعوده على الربج ها تعال عندي تعال عندي غنم بلديه عشار غنم بلديه عشار 18 ايش قد طلبت؟ انا بدي 15 وندفع بيهن؟ شو هن؟ ايش قد؟ 20 20 20 صوتك رايح صوتك رايح ابو محمد لا لا كويس صوتك كويس بدك كاسة عسل وزنجبيل ب 20 تتصحصح اللهم صل على نعجات بلديات متالية يا شباب قام يندفع بيهن 1800 ليرة تركي 4100 عشار مقربات الاولاد لحقوا بطونهم ما شاء الله ده شايف؟ شايف بطون الصلاة والسلام على رسول الله مقربات على أولاده ما شاء الله تبارك الله عشر زين اللهم صل على هذا يا أخي لما تكون مقربة على أولاده كل الناس ترغب لها يجوز ترغب أكثر من الولدانة يا شباب عارف شلون؟ اللي مقربة على أولاده ترغب أكثر من الولدانة هذا الجدي يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله عند أخونا أبو صراع معروض للبيع ليس لأن البضاعة هاي ما شاء الله تبارك الله ترى جدي كويس ما شاء الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد مطلوب بي يا شباب 1500 ليره تركي
1600 1500 يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كويس جدي والله. يصير في حولية 1800 ليرة قام يندفع بها؟ والله زين ما شاء الله. قام يندفع بها 1800 ابو محمد؟ 1800؟ اعطوني 1800 ايه. اللهم صل على محمد. ايش قد يطلع وزنها؟ انا عم رايد 22. ايش قد يطلع وزنها؟ والله وزنها شيل ابو هاي ما تنفع الوزن. هاي ما تنفع الوزن. اي نعم الوزن ما توفي. ورديه ما شاء الله حلوه. ايوه الغوا 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 زين زين كويس صار عليه بازار. صار عليه بازار الغنم. هاي الشباب بيع غنم 18 نقرب على الاولاد. ابو اسبوع زمان 15 الشهر من عاده. هاي ب 25 نعم من عاده. هاي ب 25 اسبوع 10 ايام تولي. بيع غنم 18 صرف 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 المحاطيط. غنم المحاطيط السوق عليها. يا مصطفى يا مصطفى رايح صوتك ابو محمد. بدك زنجبيل والله؟ والله بالنعاس ما حدا ما يطلبني نعاس. بيع 18 بيع غنم 18 ابو حسين غنم حاط على اولاد يا شباب. يعني شغلته اسبوع زمان تبلش تولد يعني 18 بيعها 18 بيعها كلها كلها 10 جيب من عندها. هاي ب 15 مين قال لي 2000؟ مين قال لي 2000؟ لك احكي لك يا بابا بشكر الناس عندي لك يا بابا لك احكي لك بشكر بيعها ب 2000 عندي شيل 2 عندي شيل ما بيعك 2 روح على شغلك. من عدد 2 من عدد 2 جد من عدد 2 بربع غنم بلدية جاب بس حط على أولادها بربع. مو انه بدأ شهر وبدأ شهر ونص. لا لا هذا الأسبوع الجاي يتولد إن شاء الله. من عدد 2 بشقد؟ من عدد 2 بشقد؟ من عدد 2 بشقد؟ من عدد 2 بشقد؟ يا خاي كل سنية يعني لا من بل كل سنية وفتاي يلا تطلع على الوحده فرن على الوحده. انا لما لو الغنم بيدي مين لما الغنم يا جدعان؟ انت 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 انا ابو جدعان مين لما الغنم؟ ايوه هو لمها والله. هاي بس مو من الصناعة من عن اول وقت جانت اول بطن لميت لي اول بطن ابو شاكر نادي. عندك سعر انت عندك سعر نادي ابو شاكر اشتغل على الله بقى اشتغل على الله. ايوه نبيع 18 ابو شاكر 1800 يا شباب. بعد لا انت توصل 100 دولار يعني عرفت شو ابو شاكر قلت لي 100 دولار قلت لي 100 دولار قلت لي 100 دولار لك والله ما انا شايل ولا وحده انت والله ولا وحده منك شايل قد ما انك معك ايش انا معك شايل منك قد ما انك معك ايش ب 18 وينه ورا الحيط جعل ايش قد اعطانا ابو حسين محريني يا خاي 18 ولك والله ما خربطت انت خربطت رقبتي انت انت ليش عم تسالك سؤال معي يعني مالك مصدق الزلمه بس خف والله هل حجها وراح مرتين جاها الصبح الزلمه لا راح مرتين وهل هذا صحيح لا اقول له شيء لا عزمه موجود وعلى السبب لا احد ما يصير ها هاي صخالة جبلية يا شباب صخل جبلي. الصلاة والسلام على رسول الله. معروض للبيع عند اخونا مخلص 8 صخلات. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد طالب بيه المخلص؟ لا تطلب ألف. ايش قد طالب بيه؟ طالبين من الله 900. قلت لك لا تطلب ألف طلب 900 ها؟ ما ندفع بيه شيء اليوم مو؟ لا الصلاة والسلام على رسول الله. صخلات زينات. عمر موصلات سنة موصل عمر السنة؟ ايه سنة نعم. ايه صاحب المشترين بأكثر من 600 عالم عيدي ايه يعني على 8 بياعي ايه نعم. اللهم صل على محمد. يعني قال لي جاد حزرك يعني جاد اختبرك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يرزقك يا مخلص. الله يسلمك. الله يرزقك يا ابن المختار. خدها مش حيد ها؟ اي والله خذها ب 1400 ليرة اي نعم. وان شاء الله ان شاء الله بده يربح بيها 25 25؟ والله يا الخير خيوها 25 انا اعطيك اياها وتركب مكانة والله بتعب حالك بيها. هلا هلا على الكروت هذا مان عليه هذا يقول لك الله لا يربحك ولا يخسرك. يا الله يا رب.
شني فاضي يا عشار شني؟ والله على كلام الله 1500 والله زينة لولها خشنة شوي والله لولها خشن ثوبها وشكلها وقعامها زين بس حجمها صغير ايه حجمها صغير ترى بي من هالموديلات يجي هنا يعني انت شو تسوي خذها على ابو النور ابو النور مربوع تبين بسدو كبير ابيعها اليوم نصوركم اصغر شيء بالسوق يا شباب ها اصغر وحده بالسوق ايش قد فاصله 125 يعني كل مره انسى اسمك محمد خير على راسي يا خيرو على راسي والله الله يسعدك 300 اي نعم قام يدفع 170 قام يدفع 170 ونقول له اشتري 100 ما مشتري بعته ب 70 خليه يعطيك حقه 300 خيو زود شوي زود شوي زود شوي 5 دولار يعني 75 اشتري 100 على 100 75 بعته 300 انت كويسه تاع الجلد كويسه بس بدها حليب بس على صغيره ابي بدها حليب بس بدها حليب بلاش ايش قد صار لها عندك يا محمد هذا ابو سطيف الله نزل عليه ايوه عشان هاي تاع الحلال خيوت نطي ربح وخلاص ما مش عارف 75 خلينا حدك حقها 300 الله يجبر يا رب اعطينا حقها ما مش الحال ما مشتري ما مشتري هذا اخوي حسين ايه عنده مسمح حلب اي ما بدك تروح تسمح اضرب لك هذا مسمح حلب لوه اموره حلب لوه الله يرزقك اموره طيب الله يرزقك اموره طيب الحمد لله هاي ايش قد حليباتها هاي 15 كيلو هاي وراها عجله اللهم صل على محمد حليبها 15 كيلو اللهم صل على محمد ايش قد سنها اول بطن صوميه اللهم صل على محمد ايش قد طالب بيها 1250 15 كيلو حليب كفاله 15 كفاله اللهم صل على محمد ايش قد عمرها ايش قد عمرها عجلتها ايش قد عمرها عمرها ابو 4 شهور اللهم صل على اللهم صل وسلم على نبينا يا علم عمرني اللهم صل على محمد العجله ترضع من امها ولا امها كفاله مو يعني 15 كيلو ال 15 كيلو من ورا مع رضاعة ولا من وراء؟ مع رضاعة اللهم صل على محمد اي نعم مدفوع بها 1100 1100 وطالبين ب 12 ونص اي نعم 1250 دولار اللهم صل هذا يجي من قبلك له المراعاه بلا 50 يعني بلا 50 بالنسبه لكيلو لحم العجل يا شباب اليوم قام ينباع دولارين و90 دولارين و80 اي نعم ولكن اوزان ثقيله ولحم طيب السوق اليوم ما بين الخميس كان في احسن اي نعم الاسبوع هذا اليوم هذا ما في قليل يعني مو انه ما في قليل هاي بضاعتك عمي ابو صبوح الصلاه والسلام على رسول الله ايه هذا السوق هذا السوق 28 كيلو حليب وراها عجل اي نعم نعم اللهم صل وسلم على ايه ابو صبوح عليكم السلام ايه حليب 23 كيلو 10 قفالي 10 ايش قد؟ 10 شهرين ونص شهرين ونص 10 وراها عجل ولا عجله؟ لا عجله صلاة والسلام على رسول الله سنها ايش قد عمي ابو صبوح؟ جاي ببطنين وواجب جاي ببطنين والثالث اللهم صل وسلم على نبينا 30 كيلو حليب اي نعم اي نعم اللهم صل وسلم على عجل اي نعم ما شاء الله تبارك الله والله اضرار طيب يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اذكر الله اللهم صل على محمد وهاي الزينه الحلوه يا شباب لسه ما انباعت الصلاه والسلام على رسول الله هاي زينه يا شباب 30 كيلو حليب هاي 30 كيلو كفاله كفاله وراها عجله وراها مو هي الصلاه والسلام على رسول الله قرعه يا شباب هاي شو نوع دنماركيه الماني مو الماني اللهم صل وسلم على نبينا محمد على راسي يا اكرم الله يجزيك الخير ما شاء الله تبارك الله هذن كمان لعمي ابو صبوح مو اللهم صل على محمد هاي هذا ابنها مو هذا عجله عجله ثاني بطن ثاني بطن الصلاه والسلام على رسول الله ذره طيبه والله ما شاء الله تبارك الله ذرتها طيبه هاديه ها هاديه راكده ها اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايوه لا بالله ما شاء الله شيء طيب والله يا اكرم الصلاة والسلام على رسول الله، هاي ايش قد حليبات اكرم؟ هاي فيها 28 كيلو طلع اسبوع ولداني 28 من اسبوع ولدت طلع اسبوع ولداني الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله اللي يشتغلون بالبقر لازم يكونون شديدين
وراها عجل. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على رسول الله. الله يبارك لكم ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي أم الثلاثين. هاي الألمانية. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله هاي بضاعة عمنا أبو صبوح يا شباب. حلال طيب، بضاعة زينة. ما شاء الله تبارك الله. كفالة على حبتها، كفالة ما في. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اي نعم، بس لما تاخذها لا تغير عليها العلف، بس تغير عليها العلف يعني يتغير حليبه، فلا تغير عليها العلف دائما. اسال ابو صبوح شو يعلفها، اعلفها مثل ما يعلفها بالضبط. الصلاه والسلام على رسول الله. يعني بعد ما صورنا هذا ما عاد نصور شيء بسوق البقره، يعني بين عليكم السوق بالنسبه لسعر اللحم وبالنسبه للبقره الحليبه الشيء الموجود. الصلاه والسلام على رسول الله. بس لقيت اللي جاي يشتري شايل شاي وزهورات وما ادري شنو، ها معناته السالفه مطوله شوي، ها شاي وزهورات. اموركم طيبه والله. برهان الحديدي وينه؟ ها برهان ابو الفوز، شلون ابو حسين؟ ايش اخبارك؟ الله يبارك. ايش قد طلبت من على من الشباب؟ والله يبيعنا بيزار على اثنين. اي نعم. قيمه لحم يعني 10 10 10 10 10 10 10 10 10 الثلاثة أذن. اثنين ولا ثلاثة؟ بس اثنين. اينا الصلاة والسلام على رسول الله. فصل 3000 والدفع 28 باثنين. باثنين نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. على الله. الله يجزيك الخير يا أبو حسين. الله يجزيك الخير ويبارك بك. شلون السوق اليوم أبو حسين؟ زين. زين إن شاء الله. يلا يا رب. الله يجزيك الخير. إيه. شارب شلعات. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله والله مقربة على أولاده ما شاء الله. استاهل أبو سيف والله، معدل يعرف شو يسوي أبو سيف. اي نعم. ايش قد طالب يا أبو سيف؟ والله خذيناها ب 17 خالصات. هذه ما سألتك ايش قد أخذت، أنا سألتك ايش قد طالب. اي نعم. أنا إياها ب 5000 ودرس. اي نعم. ومن أنت بايعنا الآن؟ أنا بايعها. اللهم صل على محمد. ايش قد طالب بينا أبو والله ما سمهن أسفين. اي نعم. ما ينطوني 16. اي نعم. نعم ابيعها. عمين دفع 1600. 1600. هذا راسي والله يا ابو زهير. ايش قد تطلع؟ ما ابيعها. ايش قد تطلع اوزاننا ابو زهير؟ تحويل بالاربعينات. اللهم صل على محمد. كويسات والله، خرفان كويسات. ايش قد العدد؟ ثمانيه. هذا معاهن؟ اي هذا صغار. جباره جباره. اللهم صل على محمد. ثمان خرفان. وين الشباب؟ وين الشباب المعاك؟ وين ابو محمد حاج خالد ابو حميد الشباب؟ شلون ابو حسن؟ ما جوزين الله يكون وجههم. لا ما تستغني عنهم يا اخي. ما والله اريد استغني. والله ما بيصير. اريد استغني. ما كرمهم شو الله يكرمهم شنو؟ شغله شغله انت ابو زهير، انت شغله كبيره. خرفان طيبه ها؟ اي والله زينه. والله طيبه زينه. ما اندفع بالكيلو 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 ما اندفع شيء. عجلون بدا يعني على 17 وهيك ابيعها، بس انا ما ابيعها. نعم. 1700 يصل. حتى 1800 ما ابيعها. نعم. اللهم صل على محمد. الله يسر. كويسات كويسات. مهنه بقد بعض. والله يا شباب اليوم سوقنا مثل ما انتم شايفين، يعني بيع ومشترى. والله السوق زين زين، مقبول مقبول، في بيع ومشترى الحمد لله. اي نعم. يمكن سوق امبارح احسن شوي، ولكن زين الحمد لله، في بيع وفي شراء. عموما حركه السوق زينه، الله يرزق الجميع. بالنسبه للشباب اللي يسالونا ليش ما تصورون اسعار التبن، يا اخي حي الله اخوي مروان، هلا بك الله يحفظك. شلون هالسوق اليوم مروان؟ والله ماشي الحال. ماشي الحال. بعت اشتريت؟ والله البيع امبارح خير. البارح احسن ترى، انا اقول ايه ترى، انا اقول البارح احسن. اي والله البارح احسن والله. اي والله على نعم على الله على الله. اي نعم. الله يجزيك الخير يا مروان، الله يسعدك. فالشباب اللي يقولنا ليش ما تصورون التبن، يا اخي احنا لما نشتري، لما حدا يوصيني فنروح نشتري تبن، نفاصل ونبازر وناخذ التبن بسعره ونخبركم ايش قد صار لما نشتري، لنعطي معلومه دقيقه وصادقه. لما ما نشتري يا اخي اليوم، لما تقول والله التبن اسعاره كذا، يا اخي المصداقيه قليله بسوق التبن، وانتم تعرفون الشباب اللي نزلت على سوق التبن وعلى اشترت تبن وكذا تعرف، يعني المصداقيه قليله جدا بسوق التبن، يعني كل واحد يطلب سعر شكل، فما نقدر احنا نمشي مع الناس يعني ونعطي معلومه 100 دقيقه، انه ما نعطي معلومه خالص اهون واحسن من انه نعطي معلومه غلط. اي نعم. يقول لك السعر التبن عدد 3 ليرات، ما عدد 3 ليرات، التبن يعني ليرتين و70 تبن الحنطه، ليرتين و70 ليرتين و80 ممكن يوصل ليرتين و90 الزين يعني. اي نعم. يجيك واحد يقول لك والله 3 ليرات ونص، ايش هو يعني؟ ما يصير نضحك على الناس يعني. اي نعم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوف بضاعته ابو عادل 1200 عم يعطوني 12 وربع وفاصل 13 الفصل 1300 ايوه. ايش قد تطلع اوزانها ابو عادل تقديرا؟ عادل عم اشوفها لها تحت الثلاثين، تحت الثلاثينات يعني بطلوا بعضها 28 27. نعم الصلاة والسلام على رسول الله. اي نعم فصل 12 وربع وفاصلين 13 13300 ايوه. الصلاة والسلام على رسول الله. مش هذا اللي يسأل لنا البضاعة؟ شنو هذا؟ وين وين عاصيات هذا كل اللي زيق؟ هذا بالرمان عشت بالزيق. هذا سفود للزيق هذا. هذا سالحات بمكان بيه شوك. اكيد. بيه للزيق يا اخي والله مشكلة، هاي ضايقنا. يا ذين هذا. لا ينقاسن ولا. اي نعم. والله بدك عامل هنا. اي والله بدنا. ها شو بدي اقص فيهم ها؟ والله بدني اعذبن انا. بين للزيق بظهورنا الشباب. ابو حمزه هذنا زلمه ابو عادل هذا نقول له احنا شوك هذا سفود سفود للزيق قرطيب احنا نقول له اي نعم هذا يكون شناعجه اخيو فورا نعم امبارح بعت 20 راس هي نفس هذا ابو حمزه شوف كانت والده بعتها على 16 تروسه ترس للزيق هذا سوقنا اليوم يا شباب بمحافظة إدلب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تابعونا ودعمونا حتى نوصل 50,000 مشترك. ونعتذر منكم مرة ثانية على التقصير، وإن شاء الله نوعدكم يعني أسبوع زمان إن شاء الله نركز معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.